مرحبا أصدقائي، في هذا الدرس سنعمل هو زر الحفظ. طيب تمام، زر الحفظ هيعمل حفظ لقاعدة بيانات. طيب هو هيعمل حفظ انسيت ولا ابديت؟ فكر فيها. هيعمل ابديت. ليش؟ لانه عندي هي مخزنة. تمام، فانا بديش اعمل انسيت، انا بعمل ابديت، تعديل قيمة. تمام، فيعني انت قبل ما تبدأ حاجة فكر، انا اعمل حفظ. حفظ معناتها مش انسيت، معناتها ابديت، انا بدي اعمل تعديل. يعني انت غير زي ما بدك، يعني ممكن تسميه بدك اياه، بس لكن هي ابديت. ليش؟ لانه مخزن، يعني هو انا ايش ضايفه قبل كده، بس دائما اعمل تعديل القيمه او تعديل الفاليو. طيب حاجينا هذا، ادعس دبل كليك حيودينا وين؟ على الاكشن. تمام، طيب باجي هنا بقول له بهذا الشكل، نمسح لي هاي. طيب هقول له اعمل اول شيء ايش؟ كونكشن. او قبل ما اقول له كونكشن اقول له اف اذا كانت المارك 1.getText.equal، يعني هل تساوي فارغ؟ طب لو كان بتساوي فارغ خلاص يعني حتكون الحقل زيرو، يعني هنعمل متغيرين equal mark. طيب شو المشكلة هنا؟ if طيب لو مسحناها من اول. طيب لو قلنا هنا مثلا انتجر، قلنا له عندك هنا ام واحد وعندك ام اثنين. تمام، طيب حاجة اقول هنا if اذا كان اللي هو المارك mark 1.getText.equal، تمام، اللي هي مثلا بتساوي فارغ، اعمل اللي هي الام واحد دوت الام واحد بتساوي زيرو. تمام، وكذلك لو قلت له مثلا اللي هو ايش؟ لا الام اثنين، للمارك اثنين، ام مارك اثنين، واقول له انا الام اثنين. تمام، طيب بعد كده ايش حقول له؟ حقول له عندك ايش؟ افتح لي اتصال كونكشن يساوي كونكشن داتابيز dot connect بهذا الشكل، واقول له ايش؟ try catch، واقول له عندك finally، واقول له عندك هنا try catch كمان، واقول له عندك connection dot close. طيب هنا في ال try catch حقول له command بده يساوي عندك connection dot prepared statement. طيب ايش حقول له؟ حقول له اعمل لي جملة update. طيب ايش جملة الابديت؟ فبقول له بهذا الشكل، فبقول له هنا، فبقول له عندك ايش؟ update update اللي من وين؟ من الريجستر. فباجي هنا بقول له هنا register. تمام، وباجي هنا بقول له register عمل لي set. تمام، set وين؟ للمارك 1، للمارك 1. تمام، ويساوي. تمام، ايش بدي اساوي؟ بدي اخليه ياخذ سنك كوتيشن دبل كوتيشن بلس بلس دبل كوتيشن سنك كوتيشن، ويساوي لي عندك الام واحد. تمام، طب لكن الام واحد قال لك انه هذا ايش؟ فاضي. طيب انا ممكن اعمل شغله ثانيه، يعني هديها لزيرو بدي اساوي صفر، وهذا اعطيها بدي اساوي صفر، وهنا اديها نفي، وهنا اديها نفي. تمام، بس لكن هنا مش هقول له، هقول له هنا انتجر دوت بارس دوت بارس الانت لمين؟ للمارك 2 دوت جيت تكست. تمام، وين احط هنا مارك 2؟ تمام، وهذا ممكن ايش انسخ هاي واحطها هان. انا كده ضمنت انه انا ما بدخلش اي مثلا، يعني تكون مثلا قيمه. تمام، انت فاهم علي؟ طيب قلت انا عملت هنا مارك 1 بيساوي زيرو، يعني هذا الديفولت زيرو. طب اذا كان مش فارغ الحقل الاول، يعني في قيمه، اذا كان في قيمه ياخذ القيمة هاي حتى لو كانت صفر. طيب والمارك الثاني نفسه كذلك، بقول له كمان هنا ايش؟ بقول له عندك كمان اللي هي فاصلة، بقول له المارك 2 ويساوي سنك كوتيشن دبل كوتيشن بلس بلس دبل كوتيشن سنك كوتيشن، وقول عندك المارك 2 هي الام 2. طب لكن قال لك وير، انا بديش اعدل الكل، بس اعدل لشخص واحد، اقول له وير اذا كانت الاي دي اس بده يساوي سنك كوتيشن دبل كوتيشن بلس بلس دبل كوتيشن سنك كوتيشن لمين؟ للاي دي. تمام، بعد كده اقول له ايش؟ execute query اللي هي عندك ال command الكوم دوت execute بس مش execute query. باجي بقول له هنا ايش؟ execute. تمام، طيب بعد كده ايش هقول له؟ اقول له مثلا طلع لي مسج اوبشن بين دوت show message dialog show message dialog، واقول له عندك null هنا، واقول له عندك هنا ايش؟ تم إضافة العلامات 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 الطالب. طيب
بعد كده ايش هقول له؟ هقول له اه بعد ما انت تفصل اللي هي العلامات على المسج، اه قول لي ايش اللي هي عندك المارك 1، المارك 1 دوت سيت تكست خليها فاضية، والمارك 2 خليها فاضية. طيب ايش بعدين كمان؟ بقول له اه بعد ما تخلص تفضيهم اعمل لي هون انيبل فولس، بقول عندك المارك 1 دوت سيت انيبل قول له فولس، وقول له كمان لمين؟ للطالب الثاني. طيب لو جيت انا اعمل هنا تشغيل ونشوف ايش حيصير، قلت له 2014 1 2 3 واقول له كذا، واقول له دكتور، واقول له دخول، واقول له ايش، واقول له اضاف الطالب. طب انا اضيف طالب لمين؟ مثلا 2016 ولا 2016 تمام. طيب قال لي اسمك حنان مثلا بي اتش بي، انت مادتي 50، طب لا انا بديك 30 وهاي مثلا بخليها فاضي. قلت له حفظ، قال لك تم اضافه علامات الطالب. طب لو قلت له مثلا قلت له كمان بي اتش بي، لو قلت له هنا بي اتش بي طيب نشوف في عند اضافه علامات، بس قلت له هنا ال 2016، وجينا احنا نشوف البي اتش بي حتلاقيها 30. طب الاتش تي ام ال برضه 30، بس بقول له انا بدي 50، قلت له 50 تمام، قلت له 50 و50، قلت له حفظ، قال لي تم حفظ. طب قلت له مثلا بي اتش بي تاني، قال لي 50 ب 50 بي اتش بي. طيب طبعا انا في عندي مشكله ان هو عدل للطالب كل علاماته تمام. طبعا بقول له لا وير اي دي، حط شرطين اند اللي هو ايش؟ اللي هو النيم سي ويساوي سنجل كوتيشن دبل كوتيشن بس بلس دبل كوتيشن سنجل كوتيشن. طب ايش اقول له هنا؟ راح اقول له اللي هو الجي اوبشن لمس محمد، هقول عندك تشوز دكتور دوت جيت سيلكت ايتم دوت ايش دوت تو سترينج تمام. لو جينا هنا جيت نعمل ران تاني، قلت له 2014 1 2 3، قلت له عندك طب قبل ما كده انا هقول له خلاص انت بعد ما تضيف اعمل اللي هي تشوز ايتم، خلي لي اياها تشوز مثلا ايتم choose course dot اللي هي عندك set select index واقول له سالب واحد. خلاص انا يعني بدي خليك خلاص الماده هي اتعدلت، واقول له عندك هنا ايش تشغيل، واقول له 2014 1 2 3، واقول له عندك الدكتور، واقول له دخول تمام. طيب الدكتور هنا اقول له ايش؟ اضافه علامات لمين؟ ل 2016. طيب لقيت 2016 انا منزل مادتين في بي اتش بي، قلت له 50 و50 لا قول له 40 وصفر او 10، قلت له حفظ تمام. بعد كده ايش هقول له؟ هقول له مثلا ايش؟ اختار اللي هي ايش؟ البي اتش بي، قال لي 50 و40 او 10. طب قلت له اتش تي ام ال، قال لي 50 و50 لا قول له صفر وصفر. طيب قلت له ايش؟ قول له حفظ، قال لي تمام اضافت علامات. طب هذه المسج بتطلع، هاي المسج انه انت لما حطيت الصفر نفذ لك جمله تمام. طب فانا ايش كيف ممكن اتفادى هاي المشكله؟ طب اقول له هنا ايش؟ بروح له وين على الاكشن، بروح على الاكشن هنا بقول له تشين ايفنت تشين ايتم تشينج، فبقول له ايش؟ اند اللي هي عندك اللي هي ايش اسمها؟ اللي هي تشوز دوت كوز دوت جيت سيلكت اندكس اذا كان لا يساوي اللي هو ايش؟ السالب واحد، اذا كان لا يساوي السالب واحد نفذ لي، يعني بقول له ايش؟ لو قلت له ران ثاني هتلاقي الفرق ايش حيكون. طيب حلقة 2014 طبعا هذا اخر مره ان شاء الله راح نعمل فيها، لانه ما فيش اي اخطاء او اي تعديلات ممكن نعملها. طيب اقول له دخول، حاجه هنا مرحبا قال لك، وروح اضافه علامات 2016 هتلاقي انه البي اتش بي 40 10 40 10 تمام. طبعا قلت له صفر ومثلا 20 وقلت له حفظ تمام، ما طلعت ليش المسج؟ ليش؟ انا قلت له شرط. طب لو انا قلت له مثلا هنا ايش؟ لو قلت له بي اتش بي قال لي 50 و20 زي ما انا حطيتها. طب قلت له اتش تي ام ال قال لي 0 0، طب لا انا بدي اخليها مثلا 10 وهنا ايش؟ وهنا 20، قلت له حفظ تمام حفظ. طب قلت له هنا ايش؟ حط لي بي اتش بي قال لك 20 و0، قلت له اتش تي ام ال قال لي 10 و20. طب قلت له لا انا بدي اياها 0 وهنا ايش؟ وهنا 5، قلت له حفظ. طيب لو رحت على اتش تي ام ال ثاني هتلاقي 0 و5 تمام؟ يعني كده عرفت كيف اختار الماده اللي هو الطالب منزلها والدكتور اللي هو ماخذها، وكيف انا اعمل تعديل على هذه العلامات. ان شاء الله نشوفكم الدرس بسيط وسهل جدا. طبعا انا خلصت كده للدكتور، تخلص يعني كل الدكتور
ان شاء الله في الدروس القادمه راح نخلص اللي هو تاعت اللي هي شوف كيف انت تشوف علاماتك وتشوف اللي هي تسجيل الكورس. طبعا هذه اشياء سهله جدا يعني اخذنا فكرتها، ان شاء الله نشوف كيف انه حنعملها وحنعمل مساعده تغيير الستايل، كيف اغير الستايل مثلا، هذا الستايل انا مش عاجبني انا كيف ممكن اغيره. نشوفكم الدرس القادم والسلام عليكم.